والكونديشن، لازم الكونديشن يكون ايه؟ بين قوسين بين قوسين خلاص؟ والمسافات ما تنساش المسافات خلاص؟ اخر حاجه عندك في الاف لازم تكون فاي ماشي؟ وفي النص كده المفروض عندك لازم يكون ايه؟ الستيتمنت اللي انت كتبته. او بكل بساطه يعني خدها كده الاكشن. الاكشن اللي هتتعمل لو الستيتمنت دي ترو. الاكشن اللي هتتعمل لو الستيتمنت دي ترو. لسه ناقص لي حاجه؟ اقول له بس زن. يعني بقول له لو ان اكس مثلا تساوي 5 هو ده الكونديشن يبقى تساوي 5 فعلا يبقى زن بعدها نفذ اقول له ايكو اكس يساوي 5. اقصد حاجه بقى في الكلام الانجليزي يعني هو مش استك صح؟ يساوي بس ولا يساوي صفر؟ لا هنشوف بس الاوبريتورز ايه اللي ممكن استخدمها. تعال نشوف الاوبريتورز بقى ايه الاوبريتورز ممكن استخدمها؟ كنت بقول له داش اي كيو ايكوال او داش جي تي جي تي جريتر زاب او ايكوال خلاص؟ او جي تي جريتر زاب او less than or equal خلاص او less than ده الاوبريتور اللي ممكن استخدمه. ده الكلام ده على الارقام مع الارقام عايز تقول له مثلا لو الاكس بتاعتك دي تساوي مصطفى لو الاكس يساوي تساوي مصطفى تتعامل مع السترينج يعني ايوه سترينج مش مش واضحه تساوي تساوي يعني يعني تقابل لو انت قلت له اكس كده تساوي على طول مصطفى ده انت هيفتكر ان انت عايز تحط قيمة الاكس لمصطفى. كده تبقى فاريبل اسايمنت كده تحط الاكس لمصطفى. انما انت عايز تشوف هي تساوي فعلا ولا لا؟ تساوي تساوي معناها تساوي باللغه بتاعتها. طب والحاجات دي؟ يعني مثلا اكس لو الاكس داش ايكوال 5 لو الاكس طبعا في مسافه هنا في مسافه هنا او الاكس داش جريتر زاد او ليس زاد او ليس زاد او ليس ايكوال يعني تساوي 5 بقى تساوي ليك ايوه ناخد دلوقتي مثال عليها على اليو اي دي بتاع اليوزر خلاص ده بالنسبه لاف نعدل الاف وناخد اي حاجه ثانيه طبعا كله سمول صح ايوه زين محتاج سطر ولا ممكن نجيب زين سطر هو اخر لا اف اي نهايه الكوانات كونديشن نهايه الستريم كله ايوه في عندك كمان الز اف بتقول له الز اف ممكن تختصرها في ال اف ماشي كده؟ وناخد مثال عليها كمان يبقى احنا كده بس انا هاخد الز اف والز اف دي ناخدها دلوقتي نعملها سكريبت ما تعرفش سكريبت حاجه في مشكله؟ يبقى ده بالنسبه للالز للاف فاي دي مصدرها نهايه الكود ايه ده؟ فاي دي في نهايه الكود في نهايه الفاي انا بدخل اف ايه الاف كده؟ نهاية الاف فاي يعني تقصد في الكود نهاية الدرجة ايوه دي نهاية الدرجة نهاية الكونديشن اكتر من شو اف ودي برضه قد ايه برضه؟ ايه؟ اف والس اف كنت اقول له اف كنت اقول له هنا كده الس لو الاكس دي تساوي حاجة تانية اعمل حاجة تانية لو الاكس تساوي 6 بقى المرة دي طلع له اي حاجة تانية في الاخر لازم يكون عندك فاي هنجرب دلوقتي اعمل 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 حاجة انا بس بحاول ادرس الداتا عشان اخد كل وقت في كام سكريبت كده ونخلص الموضوع ماشي حد عنده مشاكل؟ طيب جميل انا بالنسبه لايه؟ للاف اكس معلش انت ما خدتش بالي من الاكس اف نعم؟ ما خدتش بالي من الاكس اف الاكس اف انا بقول له اف لو قلت له هنا لو عملت شيك لو الاكس تساوي 5 لو الاكس ايكوال 5 ماشي؟ طيب دلوقتي ممكن اتشيك لو الاكس لو المره دي بقى لو كومنت 6 طلع لي حاجه ثانيه اقول له الس هنا الس اف الاكس تساوي 6 خلاص زين اعمل حاجه ثانيه بس انا بقى دلوقتي حد خلاص بس اصل المساحات وضيع وقت على الفاضي طيب عايز اعمل اس بس نعم اس بس ولا هي اس اس تقول له كده لو كذا يساوي كذا اس ايه هو اي حاجه وفي الاخر خالص أنا أقول لك
نقول تاني حاجة عندنا اللي هي تيست. والتيست ده طبعا عبقري. ممكن اتست على اتنين سترينج هما يساووا بعض ولا اقول تيست كده تيست. ان كلمة احمد هي هيها احمد. تست عليها؟ خلاص؟ تست احمد بس احمد سواء. كده هتست فعلا الاثنين سترينج دول زي بعض. ممكن اتست ان باي مساحته زيرو باي. ممكن اقول له تست كده داش زد. ان اي ملف عندك تست داش زد لاي فايل. كده هتست ان الفايل ده مساحته زيرو ولا لا؟ خلاص؟ هتاخد تست سايز زيرو فعلا ولا لا؟ دايما زي دي سايز في اي امر. لا بس احنا خدناها برضه قبل كده زد سايز في امر تاني. زد خمسه بقى كده؟ ماشي. في داش اكس اللي هو اكسكيوتبل وداش اف ان ده فايل ولا لا؟ ماشي كده؟ في مشكله؟ كونتست داش دبليو ان ده رايتبل ولا لا؟ جنبي بعد كده الباص بتاع ال بعد كده الباص ده اسم الملف؟ ما ممكن الباص ابسولوت باص او الامر ده عليه ملف مصطفى على اي ملف هنستخدمه برضه في بتاع كتير استخدم تيست واقف معاه ممكن تيست ده يبقى امر عادي اصلا؟ ايوه عادي اه اعمل تيست على الملفات عندي تيجي يا مان على الاف كمان اعمل سكريبت حلوه تعالى كده نجرب عملي بقى ولا عملي ولا يفهم يعني شغل السبورة ده ما بحبوش خالص بعد كده في العملي